مساكم الله بالخير. يبي نشرح لكم طريقة تقطيع الرمان. قرب الدكتور. طبعا أول شيء نقطع الرأس هذا. بعدين ناخذ الرمانة مع النص من هنا. من اللي تعودنا من أول تقطيع أو جانا مقاطع قبل طريقة شرح ثانية اللي هي بشرحها لكم بعد. اللي هي نقصها من فوق من هنا. هذه لا نقصها مع النص من هنا. بعدين بنفس السكين نحاول نفكها. يعني بالعربي تقسمها نصفين. بس ما تقطعها بالسكين لا. فكفت كذا. هذا فكينا. إذا فكيت الرمان. الرمان يا تيجي سبع يا تيجي خمس. ما تيجي عدد زوج. ما تيجي أربعة. هذه كم؟ واحدة اثنتين ثلاث أربع خمس ست سبع. سبع فواصل. نيجي هنا عند الفواصل. بوب. ناخذها كذا. هذه واحدة. وهذه اثنتين. وهذه ثلاث. وهذه أربع. وهذه خمس. وهذه ست. وهذه سبع. بوب. الحين نفكها. فكت معكم. تسوي الحين تقلبها كذا وبقفة السكين تبدأ تضربها تبدأ تطيح. سلام. وهذا الرمان. طبعا القشرة هذه شمسها يبسها وطبعا اغسلها ويبسها ودقها واستفد منها. هذه من أفضل الأشياء. هنا شوف يا دكتور هذه من أفضل الأشياء الباطنية. هذه بعد ما تغسلها وتنشفها وتاب واستطحنها حط معلب الملعقة وشربها. الباطنية دواء فعلا ما شاء الله. تعالج الباطنية عندك فرحة عندك أي مشاكل الباطنية بإذن الله تعالجها. لا تنظر بشرب الماء. ترى والله ترى هذا اللي الحين خلاص. هذه لك؟ إيه؟ طيب وهذه لي أنا؟ إيه نعم بالصحن حقي.